خلافات بين الحكومة المؤقتة وبين المعلمين في سوريا، مشاكل عديدة يعاني منها قطاع التعليم في سوريا، آخرها اصطدام المدرسين في ريف إدلب بوزارة التعليم في الحكومة السورية المؤقتة التي تتبع المعارضة بسبب قرار الأخيرة بإحضار أوراق الامتحانات إلى تركيا لتصحيحها، بينما تطالب المديرية ببقاء الأوراق في الداخل السوري ليستفيد المدرسون من أجور تصحيح الأوراق. نتابع هذا التقرير مع أحمد كنج. بعد انتهاء العام الدراسي في سوريا يقوم هؤلاء المعلمون بتصحيح أوراق الامتحانات في هذه المدرسة التي أعيد تأهيلها عبر مشروع لوحدة تنسيق الدعم أطلق عليه اسم مدرستي. بعد نهاية التصحيح بالقلم الأحمر مدقق بقلم أسود، وبعده مخضر اللي هو بيأخذ عدد من الأوراق المغلف فقط. طبعا المصححين المتطوعين اللي بيقوموا بعمل التصحيح التاسع، وعندنا في تصحيح الثانوية العامة إن شاء الله بيقوموا بيتابعوا معنا عمل التصحيح. إلا أن خلافا وقع بين هؤلاء المعلمين وبين وزارة التعليم في الحكومة السورية المؤقتة حول نقل الأوراق إلى خارج سوريا لتصحيحها، بينما يقول هؤلاء إنهم أحق بتصحيحها من المدرسين الذين يعيشون خارج سوريا لأنهم من تعب طوال العام الدراسي وهم من يجب أن تصرف لهم أجور تصحيح الأوراق. عدم تغطية الوزارة لمديرية التربية في الداخل بشكل كامل جدنا كتلة بسيطة من المخصصات للامتحانات، يعني 14,000 دولار اجتنا لا تكفي بالمصاريف الأولية، زائد سحب أوراق الإجابة إلى تركيا للتصحيح وترك مدرسينا اللي بالداخل بدون أي عمل. وبحسب مديرية التربية في ريف إدلب فإن وزارة التعليم طلبت 50 مصححا للعمل معها، بينما وضعت التربية خطة تشمل أكثر من 380 مدرسا لتشغيلهم في تصحيح الأوراق. ثلاثة أعوام ولا يزال العاملون في القطاع التعليمي يعملون دون مقابل مادي، فيما يتساءل بعضهم متى ستتحمل الحكومة السورية المؤقتة أعباءها في الداخل السوري. أحمد كنجو، الغد العربي، ريف إدلب. هذا برسم الحكومة السورية المؤقتة في مقابلة مع الأستاذ جمال شحود رئيس مديرية التربية في محافظة إدلب حول الخلاف ما بين مديرية التربية وما بين وزارة التربية والتعليم في الحكومة السورية المؤقتة، لأن كل أستاذ الآن أثر البقاء في الداخل، يعني مع الاحترام لكل من خرج للخارج، هذا يضع يده على كفه وهو لديه الأولوية في قبل أي شيء. نتابع هذه المقابلة معه أجراه أحمد كنجو، ونودعكم إن شاء الله، نشوفكم حلقة المقبلة. الآن ما هو سبب الخلاف بينكم وبين وزارة التعليم في الحكومة السورية المؤقتة؟ لا يوجد خلاف، إنما نحن موجودون في الداخل والوزارة موجودة في الخارج، ونحن نعرف طبيعة الظرف الذي نمر به. فأول خلاف، يعني مو خلاف، أول عتب لنا على الوزارة أنهم أصبحوا يرسلون لنا قرارات فقط، نقرأ القرارات على الصفحة. قام السيد وزير بتأجيل الامتحانات من 1/6 إلى 10/6. طيب يعني ما المبرر لهذا القرار؟ ما المبرر لهذا القرار؟ أنا أريد أن أسأل عن هذا الأمر. أنا قبل أن أكون مدير تربية كنت قائد عسكري وما زلت. أنا أعرف لربما هناك معركة في الداخل، لربما هناك ظروف أمنية سيئة أو صعبة، يعني من باب أولى أن أسأل هل يناسب الوقت أن أؤخر الامتحان من 1/6 إلى 10/6. هذا أول ناحية. ثاني ناحية، برنامج الامتحان نفسه والله لم نستشر به، وضع برنامج الامتحان على مدى 20 يوما وكأننا نعيش في نيويورك أو في شيكاغو. طيب نحن نعيش ظروف أمنية صعبة، قد اضطرنا إلى تقديم مادتين في نهار واحد. أنا أعلم بالظروف الموجودة في الداخل الذي أعيش به. نفاجأ أن الوزارة تطلب منا إرسال الأوراق للتصحيح في تركيا. طيب أنا عندي 3,000 ورقة، ووعدت بحدود على الأقل 300 مدرس بالتصحيح، وهي فرصة بسيطة. يقوم المدرس بالتصحيح لمدة 10 أيام يحصل على مكافأة، صدقني أخجل من ذكرها، مكافأة 100 دولار أو 150 دولار أجر التصحيح قام به، لكن هو يعتبرها أنه كخطوة مساعدة، كخطوة يعني التفتنا بها إلى هذا الزميل الذي عمل معنا على مدى عام متطوع. أفاجأ أن الوزارة تطلب مني إرسال أوراق إلى غزة إنتاب. عندما سألت عن عدد المصححين ومصير المصححين قال أرسل لنا من كل مادة 10 مصححين. طيب يستطيع 10 مصححين أن يصححوا 3,000 ورقة؟ قال أستاذ نحن طلبنا من كل محافظة 10 مصححين. طيب ما المعيار الذي اتخذتموه بهذا؟
أنا عندي 3000 ورقة، محافظة أخرى عندها 60 ورقة، محافظة أخرى عندها 200 ورقة، محافظة أخرى عندها 1000 ورقة امتحان. كيف أنا أرسل 10 مصححين ل3000 ورقة والمحافظة التي لا يوجد فيها إلا 60 ورقة ترسل 10 مصححين؟ قال أستاذ نحن أخذنا، وهذا الكلام موجود على الصفحة أستاذ أحمد، نحن أخذنا معظم المصححين من الداخل ومن إدلب. كيف؟ قال نحن أخذنا المصححين ممن يقيمون في الريحانية، والذين يقيمون في الريحانية معظمهم من أبناء إدلب. هذا الكلام يكتبه لي شخص من دائرة الامتحانات، مدير إداري أو سكرتير إداري موجود في وزارة التربية اسمه محمد صالح أحمده، لا أخفيه وموجود على صفحتي وصفحته. قلت له أنا لا علاقة لي بمن يقيم في الريحانية، أنا مسؤول عن الزملاء المنتسبين إلى المديرية بطلبات انتساب نظامية ينتظرون ويعملون معي لمدة عام. طيب بالنسبة للزملاء الذين سأرسلهم إلى تركيا، هل هناك خطاب للسلطات الموجودة على الحدود بتأمين دخولهم بشكل مشرف؟ قال لا. وأنا طلبت من الوزير مرتين أو ثلاث مرات أنه هل هناك خطاب لإدخال هؤلاء الزملاء بدون جوازات سفر؟ قال لهم يدخلون بالطريقة التي يرونها مناسبة، يعني يريد أن يدخلوا بطريقة غير شرعية وبطريقة التهريب. فأنا رفضت إرسال الأوراق حقيقة إلى تركيا، وقلت لهم أمامكم يعني عدة خيارات، الأمر ليس متوقف هنا، الأمر يحل معكم إذا أرسلتم مكافآت لهؤلاء الزملاء، وهي مكافآت بسيطة.